هنا رقيب صح كده على تمام مظبوط. شغلتك اخصائي قطن، تقول لنا درجته متانته طوله كل الكلام ده محتاجينه عشان نطمن على القطن اللي خارج من هنا. معاك اجهزه من احدث الاجهزه اللي انا شفتها للتعامل مع القطن. دوره الشغل بتتم ازاي؟ يعني بتاكد المعلومات دي خلال قد ايه؟ طبعا هو الوقت بيبقى وقت بسيط جدا اللي احنا بنحتاجه عشان نقدر نعرف الايه النتائج بتاعتنا. مبدئيا كده من البدايه انا بيجي لي العينه من بره من الباله وبيبقى عليها الباركود بتاعها، وكل عينه بيبقى ليها رقم باركود هو نفس اللي على الباله، بس بيجي لي العينه هنا ده استمرارا لسلسله التتبع مش كده برضو؟ عشان اقدر اتبع بالظبط الباله ديت الباله رقم كام عشان يبقى هي الصفات بتاعتها تبقى معروفه. وكل محلق بنطوره هنحط فيه جهاز زي ده؟ كل محلق مطور هيبقى فيه جهاز معمل زي ده متخصص زي ده. من خلاله بنعرف ايه بقى؟ احكي لي بقى بنعرف ايه. انا طبعا بعرف هنا كل الصفات اللي انا بيحتاجها الغزال في المغازل. طبعا يعني احنا عندنا صفات القطن المصري صفات كويسه جدا، متانه عاليه، استطاله كويسه، نعومه كويسه، اللون بتاعه لون مناسب عشان الصبغات، طبقه الشمع بتاعته محتفظ بيها. طبعا لا يعني هو يعني احنا القطن بتاعنا يعني الحمد لله متميز بخصائص كتيره كويسه. فاحنا عن طريق الجهاز اتش في اي 1000 ده بنقدر ان احنا نطلع كل البيانات دي ونطلع بيها شهاده رسميه معترف بيها دوليا من الهيئه عندنا، ان انا اقدر الشركه اللي بتحلق القطن تقدر تبيع بيها القطن بتاعها في اي مكان هي عايزاه. الشهاده بتاعتك ترفع سعر القطن؟ اكيد طبعا بترفع سعره، لان هو طبعا دلوقتي انا بديله بقول له ان انا عندي صفات متميزه جدا بالقطن المصري بتاعي، بس هو بيبقى على ثقه طبعا بالشهاده بتاعتنا، فبيضطر هو بياخد طبعا بالشهاده وبيقدر يدفع الرقم وهو مطمن اي سعر هو عايز ياخد بالقطن. قبل ما نجيب جهاز زي ده داخل المحلق كانت دوره العمل بتتم ازاي؟ بتاكد ازاي من جوده القطن؟ كنت باخد طبعا عينه ممثله للوت كله اللي هو 86 باله، وببعتها للمقر الرئيسي والمعمل الرئيسي بتاعنا في اسكندريه. طبعا ده كان بياخد وقت على ما بناخد العينه من هنا وتسافر اسكندريه ويبتدوا الزملاء زمايلنا هناك في المعمل يشتغلوا عليها، وبعد كده يطلعوا بيها الشهاده. طبعا احنا اختصرنا الموضوع ده كله هنا عندنا ان انا العينه مجرد ما بتطلع في نفس اليوم انا باخدها بدخلها على الجهاز عندي اقدر اشتغلها تاني يوم واطلع بيها النتائج في نفس تاني يوم على طول. وبرضه بناخد العينات من كل لوت ولا عينه من كل باله؟ باخد عينه هنا من كل باله. المحلق